كهربا طلع ضيف عند رامز جلال، ما عجبتكش الحلقه وما عجبكش الكلام اللي اتقال، صحيح، لا من رامز ولا من كهربا، ايه اللي ضايقك؟ هو حاجتين. يعني كهربا بعد ما جاب جون في الزمالك، ربنا اكرمه وجاب جون في الزمالك، فراح غنى مع الجماهير بالفاظ خارجه ضد نادي الزمالك وجمهوره. شتيمه يعني ولا تريقه؟ لا يعني في ايحاءات، ايحاءات مفهومه لكل الناس يعني. كان المفروض ان هو يعاقب، اللي هي الكلمه اللي بيقولوها على جماهير نادي الزمالك. لا لا لا، في ايه، كهربا حاجه صح. يعني المهم يعني في النهايه فمصر كلها شافت كلامه وكده، وانه كلام يعني بدليل ان هم تم تحويله لجنه الانضباط يعني وكده. فطلع مع كهربا بيقول لا لا، انا ما قلتش كده خالص، انا قلت كهربا عقده صح. طلع مع رامز قصدك؟ كهربا عقده صح، حتى رامز جلال قال له همشيها لك ان انت قلت عقده صح، يعني اللي هو فاهم يعني ان هو مش بيقول حقيقه يعني. بعد كده رامز سأله تلعب للزمالك ولا تعتزل؟ ولا تعتزل؟ وده سؤال طبعا خايب يعني، يعني طبيعي، هو سؤال يعني مش معروف مردود يعني. يعني مثلا هيجي يقول لا لا لا، انا ما اعتزلتش والعب للزمالك، ما هو راجل بيلعب في الاهلي دلوقتي. لا يمكن يقول مثلا انا هلعب في بس الزمالك، بس هو كان في يوم من الايام في الزمالك. بالظبط، لو رده قال لا طبعا اعتزل، يعني هو كان رده كده، لا ده انا اعتزل. ليه رد الرد ده؟ ليه؟ عشان هو بيلعب على مشاعر جماهير الاهلي، جمهور الاهلي بيفهم. على فكره المشاهدين والجماهير عندهم قدر عالي جدا من الذكاء. صحيح. فلما يلاقوا لعيب كان في الزمالك او العكس وبقى انتمائه لنادي تاني، مش مشكله ان انت انتمائك يبقى لنادي تاني، بس ما تشتمش النادي اللي انت كنت فيه. برافو عليك. يعني ما تغلطش في النادي يعني اللي انت هو كنت فيه. هو لو كان اكثر ذكاء يعني يقول مثلا نادي الزمالك له فضل عليا، ولكن انا بلعب في النادي الاهلي دلوقتي، وانا مش يعني السؤال مش في محله، العب للزمالك ولا اعتزل؟ لا انا مش عايز اعتزل، وانا بحب كره القدم وكل احترام والتقدير للزمالك، ولكن انا لعيب في الاهلي ومبسوط ان انا بلعب في الاهلي مثلا. علاقه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بكهربا كان شكلها عامل ازاي؟ اولا مرتضى منصور كان المحامي بتاع اخو كهربا. كهربا كان حصلت مشاجره كده، وحصل اخوه تسبب في مقتل احد يعني الاشخاص يعني. مين اخوه تسبب في مقتل مين؟ كان في خناقه عندهم في المنطقه تقريبا، ف يعني فين المنطقه اسمها ايه؟ في مصر قديمه على ما اعتقد. اوكي يعني واخوه اتخانق. واخوه اتخانق فالحبس. المهم بعد كده كهربا جه من امبي. فكهربا كان بياخد فلوس قليله من امبي يعني من نادي امبي، فجه الزمالك. فخد، كان بياخد كام من امبي؟ حاجات بسيطه، ان امبي ما بيدفعش، نادي ما بيدفعش فلوس كتير يعني. ما اعرفش كام عقده يعني. فجه خد في الزمالك فلوس افضل شويه. مين اللي جابه الزمالك؟ مرتضى. ونادي الزمالك. فجه قعد 6 شهور بالظبط، وجاله عقد من السعوديه. فجاله عقد من السعوديه بالزبط. بعد 6 شهور بس. بس 6 شهور بالظبط، وهو ماضي 4 سنين للزمالك. فطبعا احنا جايبين كهربا عشان يعمل لنا اضافه للفرقه يعني، ويبقى لعيب مهم ولعيب قوي وبتاع. طبعا. فراح جاله عرض من السعوديه بعقد قد العقد اللي بياخده في الزمالك 15 مره مثلا. يعني مثلا ما دي حاجه مغريه برضو. تمام. فالزمالك هو دي حاجه مغريه برضو عليك. ما هو يعني عايز يكسب برضو. ما انا موافقك، ما انا برافو عليكي. فايه اللي حصل بقى؟ فهو الراي العام الزملكاوي طبعا كهربا يمشي ليه؟ انا عايز كهربا، عايز لعيب مهم يفضل معايا في الفرقه. فمرتضى راح لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فقال له معلش يا استاذ النبي، وانا عقد كبير وانا اامن مستقبلي وكده وبتاع. فالمستشار مرتضى منصور وافق له، وراح قال له روح، راح السعوديه. فراح واخد ملايين الدولارات.